كيف رد عليك بزمنك تخلص؟ هي في قانون جوج دراهم، هو تيقول لك 10 دراهم وكثر باش تخلصها. ما عندك ما دير فين بلاصي؟ كدير الدار معاه؟ وهنا ما دايرين لا تسعيره لا والو، ما حدي حتى حاجه، كل الناس كيتخلص باش ما بغا. كيبان لي انايا بحال اللي كيبز عليك شي حاجه ماشي قانونيه، هادشي اللي كاين. كانوا داروا طريفه ديال 2 درهم 3 درهم، ودابا ملي تيفرض عليك 10 درهم بحال اللي كتحاول تنيغوزي معاه، كدير معاه 5 دراهم باش ما تبقاش معاه في مشكل وصافي. ما كتبغيش تحاكم معاه، لان كتبدا تحاكم على 5 دراهم كتولي في مشكل كبير. لا هو ما يقدرش من ناحيه القانونيه، ما يقدرش يقرب عليهم، ما عندوش الحق كاع يدوي معك بهذه الطريقه هذه. انا تيبان لي من الاحسن يكون واحد الطريقه تكون باريم، ويكون واحد بحال اللي قلتي تكون شي سلطه، تكون شي سلطه اللي كتفرض عليهم يديروا اون طاريف، ولا يعطيهم دي بون من يكونوا مثلا من لا كومين ولا شي حاجه. لا بلا ما يجعلوا لي بلاك، لي بون يكونوا هما مفروضين من الجامعه باش يعرفوا حتى هما شحال حتى هما تيدوزوا من بي مثلا. انت غتحكم تعطي للسيد باش يخلص له مثلا 10 درهم، الا كانت غادي تمشي للجامعه وغادي تكون مثلا قانوني غيستافد منها واحد اخر مزيانه، ولكن باش تعطيها لواحد واحد كياخذها في السمساره ديال لي باركين تكون قانونيه هي 3 درهم. اقسم مجلس بلدينا هو اللي اختيح يصوب هذا القانون ديالو، على الاقل 2 درهم الساعه مزيانه، ديك 2 درهم الساعه بعدا تيعرف 10 درهم، تيعرف 10 درهم خلصها. لا دابا 20 درهم 10 درهم، ما كاينش 10 درهم 20 درهم. بغيتي ما بغيتيش سي فحال. يلاه دخلنا مع الخمسه دارهم، هي الخمسه دارهم قال لك 10 درهم. 10 درهم نص ساعه ما عندنا ما نديرو. نمشي بالامكان ديالنا نحطوه في باركين 5 دراهم. نورمال موش دراهم. دابا كيعطيك شي كيف 5 دراهم. نمشي بالامكان شي واحد ديالو يعطي شي كيف 5 دراهم. فهمت؟ Thank you.